أنا بقالي كم سنة مسلم؟ حضرتك اسأل نفسك هذا السؤال، وأنت يا أختاه اسألي نفسك هذا السؤال، بقالي كم سنة؟ 20 سنة، يعني من بدأت يعني أدرك وأفهم 30 سنة، 40 سنة. طب أنا ماذا صنعت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل بالفعل أحمل هم الدين في قلبي؟ أنا عندي هموم كثيرة، ما فيش حرج، أحمل هم الزوجة والأولاد والسيارة والأموال والمنصب والكرسي والنفس والصحة إلى غير ذلك، لا حرج عليك، لا حرج عليك. لكن ما هو الهم الأول؟ ما هو الهم الأول الذي تحمله؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم الآخرة؟ أم أنه هم الدنيا؟ من يعيش لنفسه يا إخواني قد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا بمنظوره الخاص، لكنه سيعيش فقيرا ويموت فقيرا. أما الذي يعيش لدعوته ولدينه ولأمته، هذا هو الكبير. حتى وإن تعب، إنه تعب مستلذ لأصحاب الهمم العالية، لأصحاب الهمم الصادقة. والله العظيم ربما تنام إلى جواره امرأته، وينام إلى جوار امرأته في فراش واحد، وقد تنهمر الدموع على وجنتيه مدرارا، يناجي ربه تبارك وتعالى بقلبه بصمت، وقلبه يحترق على واقع دينه وعلى واقع دعوته وعلى واقع أمته. هذا هو الذي يحمل هم الدين. فمن الناس من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هم الطين، ومنهم من يحمل هموم دعوته وأمته، ومنهم من يحمل هموم نفسه وأسرته، ومنهم من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام. كما في صحيح البخاري: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أجمع المال من حلال أم من حرام. ومنهم من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فتش عن الهم الأول الذي تحمله، ما حقيقة انتمائك للإسلام؟ ما حقيقة انتمائك للإسلام يا أختاه؟ هل تحمل بالفعل هم الدين؟ هل تخطط لدينك كما تخطط لمستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل تجارتك؟ هل تفكر للدين كما تفكر في نفسك، كما تفكر في دراسة جدوى تعدها مرات ومرات لتنشئ مشروعا تجاريا؟ وأنا لا أعيب عليك هذا، بل أحييك على هذا، بل أحييك وأشد على يدك لتبدع ولتنتج ولتعمر ولتعطي ولتكون لبنة مثمرة مفيدة مدعمة لصرح هذه الأمة. لكنني أعيب عليك أن تنشغل بدنياك وتنسى أخراك وتنسى دينك وتنسى ربك ومولاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأبو نعيم وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. اسمع تاني: من جعل الهموم هما واحدة كفاه الله سائر همومه، ورب الكعبة سيكفيك الله سائر همومك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها، أي في أي أودية الدنيا هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال شيخ ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. وأخيرا أيها الأحبة، كل هذه الأسباب التي ذكرت بإخلاص واتباع، لا قبول لأي سبب ولا لأي قول ولا لأي عمل إلا بهذين الشرطين: بالإخلاص والاتباع. والاتباع.